أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يسأل عن صحة هذا الحديث وعن معناه: خير الذكر الخفي، وخير العبادة أخفاها، وخير الرزق ما يكفي. والله ما أعرف عن هذا الحديث شيء، ولكن لا شك أن إخفاء الأعمال أبعد عن الرياء. إخفاء الأعمال أبعد عن الرياء إلا إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة كتعليم الجاهل وتذكير الغافل. إذا كان في إظهار الأعمال مصلحة راجحة أو تصدق صدقة ظاهرا علشان يراه الناس يصدقون مثله، هذا مقصد حسن. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وعلى كل حال إخفاء الأعمال الصالحة أحسن، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة فإن إظهارها أفضل من إخفائها.